عجباس بمهارتك أجلال. القوة ديالكم هي عنوان الرجولة والبطولة. جلالتكم هي كمان وقتنا مناسبش للزيارة، قدروا تصاحبوا. لا 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 بالعكس، هادي جمال مرحبا بيه في أي وقت. صراحة وقفة قدام سيادتكم ما سهلاش، اسمح لي كيمشي لي الكلام. كيف العادة، مرحبا بكم في قصر البديع، مرحبا بكم في متابعتكم الجميلة للتظاهرة الثقافية المنظمة هذه السنة في إطار تصنيف مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ولازم تعرف تجهد مجموعة من الأنشطة الثقافية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبشراكة مع مجلس جامعة مراكش ومنظمة الإسيسكو. هذه السنة إن شاء الله اللي غتكون حافلة وملأة بمجموعة من التظاهرات الثقافية في مختلف أنواعها، وكيف تلاحظوا معنا الآن تنتواجدوا بقصر البديع كمرحلة ثانية من المراحل التعريف والتراث التاريخي ديال مدينة مراكش. المرحلة الأولى بدأت في قصر الباهية، المرحلة الثانية الآن تنعيشها في قصر البديع، وهي فرصة أنه الناس المغاربة يتقربوا جدا من هذه المباني التاريخية، وهي فرصة أيضا للترويج السياحي الثقافي لمدينة مراكش. هذا العرض هذا هو تعريف بتاريخ هذه البناية التاريخية اللي امتدت في القرن 16 مع الدولة السعودية، واللي كانت وتعرفوا أن افتراضيات الدولة السعودية كانت من أزهى فترات التاريخ المغربي اقتصاديا عسكريا ثقافيا فنيا شعريا، وهذه فرصة أيضا أنه المغاربة يعودوا يذكروا تاريخهم الماضي ويتقربوا له. شكرا لكم.